حبيبتي يا نور، كتر خيرك يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا بنت. يا بخت. لم نفسك يا قلبي. ما انا لام نفسي اهو، انا بس بحب اقدر الناس اللي بتساعد. اه يا اخوي، كلك مفهوميه قوي يا ابني. وهي دي عايزه مفهوميه؟ ما باينه زي الشمس اهي. لما يخلص كيس الدم ده بشيله من الكانون. اشيله من ايه لا مؤاخذه؟ من البتاع اللي في ايده دي يا ابو المفهوميه. طيب حسابك يا ابو الدكاتره. بزيتي وفوقها نفحه. وليه بقى نفحه دي؟ ما كفايه اللي انت بتاخده. وقت بدل ضايع، مش انا استنيت لما الدم جه؟ طب ما تخلي عندك دم انت يا اخوي. طيب لو زعل على كل ميت مش هاكل عيشه معلمه. تقفل من بقى. بقول لك ايه؟ ابقى عدي عليا عند الشباك وانا هظبطك. تمام يا اصلي. صباح الفل. ايه اللي يخبط يا؟ ليه؟ اهبط؟ نسوان ده حته خربوش. متصاب؟ متصاب يا ست، يعني ما عيطش. والله العظيم يا سيدي الناس، انا ماليش دعوه، انا كنت جاي اعمل مصلحه وطلعت مصلحه مايله على دماغه. حل موضوع دراعك واديلي. وانا مالي بس؟ سمعت. حاضر. ابني لا، والنبي ربنا يكرمك ويسترك يا سباب لابني. لا انا فواتك قبل كده، بكره الصبح ما اشوفش وش حد فيكم في الحاره. اروح فين يا سباب؟ ما اعرفش حته غير انت. بتقولي حاجه؟ لا ما بقولش. حاضر. وعادي بيتك يجيني قبل ما تغوره. ما حلتش غير يا سباب. هو ولا محروس ابنك؟ لا يا اخويا، خده في داهيه. وانا عشان الجيره والعيش والملح اللي ما عداش عليكم، انا افصل البيت واديك حق. كلك اصول يا اخويا، كلك اصول. وانت بتعملي ايه هنا؟ وانت مالك ومالي؟ اقرب لك ايه عشان حاشر نفسك في حياتي كده؟ يا اخي ملعون قوي الخوف اللي انت معايشنا فيه ده. رزمنا يا بنت وكلمي عادل. كنت بجيب له دم واحمد عارف. ويعلم انك هنا؟ انطق يا بنت بدل ما انطقك. لا. تيجي على البيت. انت مالكش حكم عليا. انا هعرفك. حكم عليك ولا لا؟ يلا. قدامك قدامي على البيت. افتحي الباب يا توحة، شوفي مين.